بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من برنامج الإسلام منهج حياة، كما أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم سماحة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. المفترض بالأسرة أن تكون عش السكن ومنبع المودة والرحمة، إلا أن الأعم الأغلب غير ذلك، فالخلافات منتشرة وهي على أشدها، ونسب الطلاق في تزايد ينذر بالخطر. ما هو المنهج الإسلامي في حل هذه المشكلات الأسرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المنهج الإسلامي واسع جدا في هذا الموضوع، ولكن من بنود الوفاق بين الزوجين البعد عن التقليد الأعمى. هناك أسر ذات دخل معتدل، أسر أخرى دخلها كبير، فلو أن الأسر التي دخلها معتدل تطلعت إلى أسرة دخلها كبير وطلبت الزوجة من زوجها طلبات فوق طاقته، بغية التقليد الأعمى، بغية المنافسة في بعض مظاهر الحياة، فهذا خطأ كبير. فالتقليد الأعمى قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عائشة إياك ومجالسة الأغنياء. المقصود هنا الأغنياء غير المؤمنين. الغني المؤمن تشتهي الغنى من تواضعه ومن سخائه، أما إنسان بعيد عن الله وهو يتمتع بأموال كبيرة جدا، هذا يستعلي بها على من حوله، فالاستعلاء يظهر أثره جليا في النساء. فلذلك التقليد الأعمى أحد أسباب الشقاق الزوجي. ويقال أنه من دخل على الأغنياء طبعاً غير المؤمنين خرج من عندهم وهو على الله ساخط، وقالوا: لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. فلمجرد أن أقلد الغني في إنفاقه، في بذخه، في مصروفه، في أساس بيته، والزوج دخله محدود، زوج رائع مؤمن مستقيم، بيته كأنه عش، بيته قطعة من الجنة، أما حينما تفكر الزوجة أن تقلد أسرة غنية مترفة وتضغط على زوجها، ينشأ الشقاق الزوجي بينهما. غياب الرجل عن البيت هل يعتبر سبب من أسباب الشقاق؟ إن كان الجواب نعم، فماذا يفعل الزوج؟ هل يقعد في البيت؟ لا، لكن لابد من أن يخص بيته بوقت من وقته. أما حينما أغيب عن البيت ساعات طويلة جداً، أخرج قبل الفجر أو بعد الشمس وأعود بعد منتصف الليل، هذه الزوجة من لها؟ هي تزوجت كي تأنس بك أيها الزوج، فإذا غبت عنها طويلاً فلا بد من وجبة أو وجبتين تأكلها مع زوجتك، لا بد من وقت تجلس معها تأنس بك وتأنس بها. فالعمل الذي يأخذ كل وقتك هو خسارة كبيرة. الحقيقة الإنسان ما لم يكن عنده وقت فراغ يمليه بحسب رغبته، يعني ما لم يكن لديك وقت فراغ تعيش فيه مع زوجتك، تزور بعض أصدقائك، تحضر درس علم، فالإنسان الذي لا يملك وقت فراغ إطلاقاً عمله مهما كان دخله كبيراً يعد خسارة كبيرة، لأنه أفقد الأب أبوته، أفقد حقيقة الزواج. أنا أقول ينبغي أن يكون وقت معقول وكاف للجلوس مع الزوجة، إن في الصباح أو في الظهيرة مع الطعام أو في المساء، أما انشغال إلى درجة مذهلة وإهمال الزوجة أحد أكبر مشكلاتي. الخيانة الزوجية تتأتى من غياب مديد جداً عن البيت. دكتور، هل للرجل أن ينظر إلى مال زوجته أو أن مالها لها؟ يعني أحياناً
ترث الزوج مبلغ كبير عن أهلها، فيطمع الزوج به ويضايقها كي تعطيه من هذا المال. هذا الطمع من الزوج بمال زوجته، أو طمع الزوجة بمال زوجها، أو محاولة أخذ قسط كبير من المال بأسماء متعددة، هذا التصرف أحد أسباب الشقاق الزوجي. حينما يطمع الرجل بمال زوجته، أو حينما تطمع الزوجة بمال زوجها، أو حينما يطمعان بشيء ليس لهما، هذا من شأنه أن يسبب ضعفاً في العلاقة الزوجية. إذن لا يطمع بمالها ولا تطمع بماله. وهذا يقودنا إلى إذن إلى الإنفاق، إنفاق الرجل على أهل بيته من واجباته. ينبغي أن ينفق على أهله، لكن بالمقياس الشرعي، أن يطعمهم مما يأكل، أن يلبسهم مما يلبس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصحابية الجليلة كانت تقول لزوجها: نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا، نطلب الحلال لا نطلب غير ذلك، اتق الله بنا. فورد في بعض الآثار أن أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. فالزوجة الطاهرة التي لا ترهق زوجها ولا تكلفه ما لا يطيق. في صحابي طالبته زوجته بأشياء كثيرة، فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر. سبحان الله. فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. نعم دكتور، سوء الظن وحسن الظن أيهما المحكم في العلاقات الزوجية؟ الحقيقة أن سوء الظن كما ورد أنه عصمة، واحترس من الناس بسوء الظن. نعم. والحزم سوء الظن. لذلك قال تعالى: إن بعض الظن إثم. ما كل الظن إثم. إذا في دليل دخلت إلى البيت تكلم الزوجة، حينما رأت وضعت السماعة على الهاتف، في مشكلة، معنى تكلم إنسان ينبغي ألا أعلم من هو. إذا في بوادر، إذا في مؤشرات، إذا في أسباب، فسوء الظن عصمة، والحزم سوء الظن، واحترس بسوء الظن. أما من دون أي دليل سوء الظن إثم كبير. إن بعض الظن إثم، ما في أي دليل. في سوء ظن يعد مرض نفسي، تسيء الظن بزوجها، زوجة طالب علم، إنسان منضبط، له أخلاق عالية، عفيف، ومع ذلك تسيء الظن به، هي حالة مرضية. أو أن الزوجة طاهرة عفيفة مؤمنة رائعة، ما بتفكر أن يكون لها علاقة مع رجل آخر، يسيء الظن بها. فسوء الظن من دون دليل ذنب كبير وإثم كبير، أما بدليل حزم وكياسة وحسن إدارة. هل يمكن فضيلة الدكتور أن يكون الأولاد سبب من أسباب الخلاف؟ والله حينما تنحاز المرأة إلى أحد الأولاد وتؤثره على غيره، أو حينما تنحاز المرأة لأولاد زوجها وتؤثرهم على أولاد ضرتها أحياناً، فعندئذ تنشأ المشكلة. العدل أصل في العلاقات. يعني أنا أذكر أنه بعض النساء تسقي أولادها حليباً كامل الدسم، أما أولاد زوجها تعطي نصف الكأس حليب ونصفه ماء. هذا الانحياز يسبب علاقات سيئة جداً. والأصل أستاذ جميل هو الإيمان يدعوك إلى العدل، الإيمان يدعوك إلى حسن التصرف. فحينما تكون هناك مؤاسرة، أحياناً زوجة حديثة تطالب زوجها أن يكتب بيتاً لأولادها، بينما لا يكتب بيوتاً لزوجته السابقة، هذا انحياز. والعدل في العلاقات الزوجية أصل. لذلك يا رسول الله اشهد أني نحلت ابني هذا حديقة، ألك ولد آخر؟ قال: نعم. هل نحلتهم كما نحلته؟ قال: لا. قال: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. صلى الله عليه وسلم. دكتور، ما رأيكم في تدخل القريب أو الغريب في العلاقات الأسرية حتى لو كان أب أو أم؟ والله أنا بحكم عملي في الدعوة
هناك مشكلات كثيرة جدا سببها تدخل الآباء والأمهات في الشؤون الخاصة بين الزوجين. الأب العاقل والأم العاقلة، هذا الزوج أو هذا الابن اختار هذه الزوجة، يحبها وتحبه، متفاهمان معا، فلماذا أتدخل في شؤونهما الخاصة؟ هذه سيطرة لا مبرر لها. فكلما كان الأب مترفعا والأم كذلك عن التدخل في تفاصيل حياة أولادهما فالعلاقة تبدو أفضل بكثير. فلذلك أحيانا الزواج ينجح بعيدا عن الأهل. أيام إنسان بيتزوج وبيسافر فيقيم مع زوجته سنوات في مكان بعيد عن الأقارب، تجد العلاقة طيبة وفي مودة وفي محبة وفي تفاهم. فإذا عادا إلى بلدهما، سبحان الله، تدخل الأم، تدخل الأب، تدخل أم الزوجة، هكذا. خروج المرأة من بيتها، ما الذي يحكمه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مع زوجته صفية، مر صحابيان قال على رسليكما هذه زوجتي صفية، قالوا يا رسول الله، قال لئلا يدخل الشيطان بينكما. فالإنسان البيان يطرد الشيطان، فحينما تخرج من دون إذن زوجها، وحينما تستقبل رجل من أقاربها من دون علم زوجها، هذا يسبب سوء الظن. نعم دكتور، هذا يقودنا إلى خلو الزوجة بأحد الأقارب أو الزوج بأحد الأقارب، وهي مسألة الحمو. والله ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. هذا منهج. وتقريبا معظم المشكلات الكبيرة في الزواج والتي أدت إلى الطلاق بخلوة غير مشروعة، يعني الخلوة تثير الشك. فلذلك النبي الكريم نهى عن الخلوة، بل قال ما خلا، ما قال عاص، ما قال فاسق، قال ما خلا رجل. نعم. أي رجل بامرأة، أي امرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. وأكثر الأعمال القبيحة المنحرفة تبدأ بالخلوة. فلذلك المرأة المؤمنة لا تسمح بغياب زوجها أن يكون في رجل ليس من الممكن إلا أن يكون أحد أقاربها الأرحام، يعني كأخيها وأبيها إلى آخره. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بيوتنا وبيوتكم بيوت سعادة. اللهم أدم علينا عزك. نلقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين.